اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى في الفقره دي نتكلم شويه عن رياضه رفع الاثقال البارالمبي، وخصوصا ان احنا عندنا في هذا الاطار مجموعه كبيره من الابطال. هنتكلم عن الانجازات، لازم نتكلم عن التحديات قدام منتخب الناشئين وازاي بيستعدوا كمان للبطولات اللي جايه ان شاء الله. ده هيحصل مع كابتن مصطفى فضلون مدرب منتخب مصر للناشئين لرفع الاثقال البارالمبي اللي منورنا، وكمان منورنا اسلام مونجي لاعب منتخب مصر للناشئين لرفع الاثقال البارالمبي، وبالمناسبه وهو الفائز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم اللي اقيمت من حوالي اسبوع. يا صباح الفل عليكم، منورين الدنيا كلها. كابتن مصطفى، كابتن اسلام منورنا طبعا في 10 الصبح في الاهلي. خليني ابدا معاك كابتن مصطفى، يمكن نرجع بقى لورا شويه وعن بدايتك في يعني مجال الرياضة. هل مارست أي رياضة تانية غير رفع الأثقال، ولا دي كانت بدايتك؟ والله الأول صباح الخير لكل الأهلوية وكل منصة الأهلي على الوطن العربي كله، المنصة اللي الكل بيطلع من خلالها بيلمع بيقدم إنجازات خطيرة من بوابة الأهلي العملاقة اللي الكل بيعشقها. وين هون أنا طبعا بداياتي، أنا من زمان خالص كنت لاعب كمال اجسام من صغري. وبعدين لما حصل الحادث بتاع رجلي في سنه 84 تغيرت الحياه من حاجه لحاجه خالص. كنت بطل كمال اجسام ناشئين، بعدين الحياه اتغيرت خالص. نقطه تحول طبعا خطيره، وخاصه ساعتها ما كانت رياضه المعاقين مش معروفه. الكلام ده في 84. طبعا. حد شافني قال لي في رياضات خاصه بالمعاقين، وحيا فيا الامل مره تانية. كان الكلام ده بقى في اواخر 89، بدات بالفعل ان انا اخش من اول 90 تقريبا. مارست العاب قوه، بعدين رفع اثقال اللي انا بعشق الحديد اساسا. وكانت اول بطوله دوليه ليا كانت في فرنسا سنه 91، والحمد لله عملنا فيها ترتيب اول عام. الحمد لله توالت الاحداث ان انا الحمد لله بقيت، عشان بس ما اخدش وقت كبير، ان انا الحمد لله في تاريخي الرياضي في الاثقال كنت صاحب 3 ميداليات اولمبيه ما شاء الله، بخلاف بطولات العالم افريقيا، دورات افريقيا، عرب، بطولات عرب كبيره. الحمد لله دولي، كانت البطولات الدوليه او بطولات اوروبا بشكل خاص كانوا بيستدعوا الفريق المصري، لان كان ساعتها الفريق المصري بيحتل المرتبه الاولى على مستوى العالم، كنا متصدرين القائمه. فكانوا بيجيبوا الفريق المصري في البطولات الدولية الأوروبية على سبيل ان يقووا البطولة بالفريق المصري. ما شاء الله. فالحمد لله كنا في اي دولة بننزلها الفريق المصري ليه حيثية خاصة، معروف ابطاله، معروف ارقامه، معروف كل واحد في ميزانه. الحيثية دي لسه موجودة لغاية النهاردة ولا الاوضاع اختلفت؟ حصل بعض الاختلافات، خاصة من بعد دورة اتينا 2004، كانت اخر دورة ليا والحمد لله كنت عامل فيها فضه. بعد كده بدات حاجات تحصل، ان بدا الترتيب ينزل شويه. كانت اخر عهد لينا ان احنا متصدرين قائمه العالم كتوتال يعني كتيم، كانت اتينا. بعد كده جينا من بكين، لندن، ريو دي جانيرو، بدا الترتيب هنا ينزل شويه. احنا لازم بقى نقف طبعا عند ليه الترتيب ابتدى ينزل ويعني بالشكل السريع ده، بس خلينا الاول نتعرف اكتر على كابتن اسلام وعلى خلفيته، سواء كان بيدرس بتشتغل، بدايتك مع الرياضه دي جت ازاي؟ انا اسمي اسلام منجعشور، لاعب منتخب مصر رفع الاثقال، سني 19 سنه، بدرس تجاره ثانيه جامعه من اسيوط قريه بوق. انا ابتديت رياضه من وانا عندي 15 سنه، يعني هو والدي محببني في الرياضه من صغري، فاول ما سني جه 15 سنه قلت انا لازم العب جيم كمال اجسام. لعبت جيم سنتين. هو والدي في الاول في اول سنه قال لي يا اسلام انت ما شاء الله عليك بترفع اوزان كويسه، حاول رياضه رفع الاثقال لان رياضه كمال اجسام ملهاش مستقبل بالنسبه لزي الهمم. هو انا في الاول ما كنتش مقتنع بالفكره، وكنت حابب رياضه كمال الاجسام لحد لما سني جه وصل ل 17 سنه، قلت لا لازم انا احول لرياضه رفع الاثقال لان ليها مستقبل بالنسبه لزي الهمم. والدي جه اخذني ورحنا لكابتن مصطفى فضلون نادي اتحاد الشرطه. كابتن مصطفى عمل لي تيست كان 125 كيلو. كابتن مصطفى فرح بيا جدا وقال لي انت هتبقى بطل عالم قريب. وانا في الاول ما كنتش يعني مصدق هبقى بطل عالم ازاي لسه بادئ، بس يعني ما فاتش على طول بعدها 3 اشهر ولعبت بطوله الجمهوريه وعملت مركز اول، وعلى طول بعدها بطوله كاس مصر عملت مركز اول، فابتديت اصدق يعني قدراتي.
ويعني رؤيتك الثاقبه يا كابتن مصطفى. الحمد لله. فجت تجارب المنتخب كنا طالعين بطوله عالم جورجيا ديت، انا قبلت في التجارب ويعني ما كنتش مصدق نفسي ان انا طالع بطوله عالم، يعني لسه اول سنه ليا في رياضه رفع الاثقال وطالع بطوله عالم. فقلت لا انا لازم اهتم اكتر من كده، يعني انا في الاول ما كنتش مهتم قوي، اللي هو ما كنتش يعني مصدق ان انا هبقى بطل عالم بالسهوله ديت. بس الحمد لله مع المعافره يعني طلعت بطوله العالم وعملت 112، عملت بيها فضه، كانت اول محاوله. بس انا كنت عامل قبلها 145، بس انا يعني جبت اصابه لنفسي لان كباتن المنتخب قالوا لي بلاش تلعب في الجيم لما تاخد اجازه من المنتخب. بس انا عشان كان هدفي ان انا اكسر الرقم العالمي في البطوله ديت فروحت اتعفيت على نفسي. هو ما فيش حد بيتعلم بالساهل، فعملت فضه وقلت ان شاء الله اللي جاي خير. ولعبت بطوله افريقيا بعدها، يعني انا كان هدفي ان انا احطم الرقم العالمي. بطوله افريقيا جت بعدها تقريبا باربع شهور، بطوله افريقيا المفتوحه ديت ضمه جميع دول العالم مش الافريقيه بس. الحمد لله دخلت اول محاوله وكسرت بيها الرقم الافريقي والعالمي الحمد لله، وسجلته باسمي 170 كيلو. ويعني كانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاهلي، وان انا محطم الرقم وكاتبه باسمي، فدي حاجه كانت يعني في منتهى السعاده بالنسبه لي. طب عايز اخد من كلام كابتن اسلام يا كابتن مصطفى واجي لك، هو يمكن قال ان هو لما جالك اتعمل له تيست وبعد كده على هذا الاساس تم اختياره، عايزين نعرف اهم المعايير اللي بيتم اختيار فيها لاعب رفع الاثقال البارالمبي من عدمه، يعني مين ممكن يتقبل، مين يقدر يمارس الرياضه دي، ممكن حد تاني ما يقدرش يمارسها، اهم المعايير اللي بتختار على اساسها اللاعب. بالنسبه للرياضه بتاعت رفع الاثقال للبارالمبيك لازم يكون العمود الفقري بتاعه سليم جدا. الجزء بتاعه من اول الوسط لغايه الكتف سليم جدا. الدراعات تكون مظبوطه. انا كلاعب قديم وكراجل مثلا بقالي سنين عمر في المجال، انا وزملائي في المجال بيبقى لينا نظره في سيمتريه البادي بتاع اللاعب، بنحكم عليه من خلالها ان كان اللاعب ده هياخد معانا وقت ولا هيكون هيجي بسرعه. فاسلام اساسا لما جه، وفي واحد زميله برضو اسمه حسن العطار من اسكندريه، حسن العطار انا اتصلت بيه، هو لاعب كان عندي برضو في اتحاد الشرطه، اتصلت بيه جبته من اسكندريه، عمل تيست كان في بطوله العالم بتاعت جورجيا اللي كان طالعها اسلام، طلع معاه وعمل اول عالم ما شاء الله الحمد لله. فسيمتريه جسمه القوام بتاعه، انا طبعا بشوف ان اللاعب الحمد لله من النص من هنا لغايه فوق لاعب متكامل البنيان بتاعه. ضيف عليها ان انا بعمل بعد ما بعمل التيست بيبقى تحت عيني انا في التدريب، في ليه برامج معينه سواء مثلا في فتره اعداد او فتره تحمل او قوه او كذا، وبختبر فيها كمان في حاجات زي مثلا ايه شجاعه اللاعب في المحاولات. اللاعب يعني ايه شجاعته في المحاولات؟ طبعا يعني مثلا انا احيانا بتيجي في بطولات ببقى غصب عني لازم اجازف باللاعب في رقم، يعني انا بخش مثلا بيه اول محاوله ان انا بدخله الماتش بالراحه بضمن ان هو خلاص اوكي دخل الترتيب. تاني محاوله مثلا باكد له على الميداليه اللي احنا خلاص مسكناها. تالت محاوله لو في حد فارق عني، في قوانين عندنا في اللعبه بتخليني مثلا يا اما احافظ على الرقم وعلى الميداليه اللي انا عملتها، ولا اجازف شويه علشان خاطر اخطف ميداليه اعلى شويه. في شغل كاتشانه على شاشه والستيدج وكده. فطبعا هنا اللاعب بيديني جراه ان كان اللاعب ده جامد عنده استعداد حماسي، وانا ازاي بدعمه، بعرف مفتاحه اشغله ازاي ان هو يبقى عنده الجراه الاكتر، ثباته الانفعالي اللي احنا بنشتغل فيه، المينتال تريننج اللي من الوقت للتاني اللي انا بتكلم معاهم فيه ان هو ازاي يعمل تصور لنفسه في المحاولات الخطيره، كذا 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 كذا. اللاعب لازم توصل له كل المعلومات دي، خاصة الشباب واللي هم الناشئين. بقعد معاهم مرة واثنين وخمسة، لازم اديهم المعلومة عشان اللاعب يقدر يستوعب مني أي معلومة بديها له في الأوقات الحرجة بتاعة البطولة. فمن هنا بيبقى فيه سنس ما بين المدرب وما بين اللاعب. فمن خلال كده حضرتك أنا مثلا إيه من قوامه بختار اللاعب. إذا كان دوت هيستمر معايا وهيجي معايا بسرعة ولا هياخد وقت. في لعيبة كده بقى كابتن إسلام، ممارستك لكمال الأجسام في البداية عملت معاك شغلة وقطعت لك شوط طويل في مشوارك مع رفع الأثقال بعد كده؟ طبعا
بتفرق كتير الحاجات دي. اه طبعا بتفرق. طب انا عايز اعرف من حضراتكم انتوا الاثنين، يعني من الحاجات اللي دايما لافته للانظار فكره ان الرياضي البارالمبي بيبقى عنده عزيمه استثنائيه وبيبقى بطل من كل الزوايا، يعني ابتداء من العزيمه والاصرار مرورا بقدره على ان هو يعبر اي معوقات وتحديات، لان الناس دي متحمله حاجات الناس الاسويه ممكن ما يستحملوش ثمنها، مش هقول لحضرتك حتى ربعها يعني. فدايما في خصوصيه شديده للاعب البارالمبي ده عالميا، لكن تيجي بقى لابطالنا احنا المصريين البارالمبيين هم كمان اكثر خصوصيه، يعني ليهم وضع شديد الخصوصيه. ايه التحدي ده وايه البطوله دي وايه القدرات الاستثنائيه دي؟ دي بتبقى مستمده من فين يا كابتن اسلام او من مين؟ هو حضرتك انا من صغري يعني عملت تقريبا بتاع 10 عمليات في رجلي. فيعني العمليات دي منعتني عن المشي، انا في الاول كنت بمشي بس اللي هو كان في قصر بسيط. اوكي. بس من كتر العمليات اللي هو خلاص ما بقاش ينفع ان انا امشي تاني، بقيت بمشي على عكازاتي. يعني انا كانت نفسيتي متدمره طبعا. يعني ما كنتش بطلع الشارع. لما كنت اجي اطلع كنت بلاقي نظرات الناس ليه اللي هو يعني إيه يعني عنده اعاقه في رجله وبيبصوا له بصات شفقه. قلت لا انا لازم اغير وجهه نظرهم اللي هو لا انا هخليهم يبصوا له بصات اعجاب ويقفوا يتصوروا معايا. ومن هنا والدي قال لي انت لازم تلعب رياضه ولازم تبقى بطل. واشتغلت على نفسي. هو الموضوع بالنسبه لي في الاول كان صعب جدا، يعني لما كنت بروح الجيم كنت بادئ بالضرابل اللي هي الكيلو اللي هي دمبل الزينه اللي بيبقى محطوط بره على المكتب. بس عفرت وفي ظرف سنه، يعني سنه بس واحده في الجيم، خليت وجهه نظر الناس فيا اللي هي تتغير تماما. اللي هو ده عنده اعاقه في رجله ما شاء الله، فورمه عضليه جامده. ده لما كنت بلعب كمال اجسام كنت عامل فورمه يعني كويسه، وبيرفع اوزان السليم مش عارف يرفعها. انا قلت لا ده مش كفايه، انا مش كفايه ان انا اعمل فورمه، لازم أنا اكون بطل، لازم أنا اكون بطل العالم ده كله. فلما والدي جه وجهني لرياضه رفع الاثقال وكابتن مصطفى خلاني اصدق قدراتي واصدق ان انا هبقى بطل عالم. ويعني انا طماع شويه اللي هو ماشي بقيت بطل عالم، بس مش عايز ابقى بطل عالم بس، انا عايز ابقى بطل اولمبي، عايز ابقى محطم جميع الارقام القياسيه اللي في ميزاني. فيعني من هنا جت العزيمه والاصرار، ان هي يعني كنت عايز احول من اعاقتي نجاح واثبت للعالم كله ان يعني الاعاقه مش في الجسد، الاعاقه في العقل. صحيح. فمن هنا بس يعني جت عزيمه واصراري من ناحيه. طب وفي حالتك انت الشخصيه يا كابتن مصطفى؟ هو تقريبا كل معظم الحالات بالنسبه للابطال البارالمبيين تقريبا شبيهه لبعضها. يعني انا مثلا لما حصل الحادث وانا كنت لاعب كمال اجسام اساسا، وتحولت مثلا من حد من الاصحاء لحد بقى فيه بتر في رجله، فديت مثلا عملت عندي مشكله. فطبعا هنا بدات اروح اتمرن تاني كمال اجسام، وانا عارف ان انا ما فيش كمال اجسام بالنسبه للمعاقين خالص، بس بعمل كده علشان خاطر افهم الناس ان مش ديت اللي هتوقفني عن الحياه. بالفعل عملت فورمه كويسه جدا وجامده جدا، وخاصه زمان احنا كنا بنتمرن بحديد بلدي. طبعا في ساحات شعبيه. ما كانش في اي امكانيه ولا جيمات ولا حاجات اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي خالص. معظم الابطال طلعوا من جيمات مشابهه. حقيقي يعني احنا كنا يعني منطقه شعبيه، وكان ساعتها كمان كابتن شحات مبروك كان بيجي يتمرن في المكان ده، وكان في ابطال كبار بيجوا يتمرنوا في المكان ده. فطبعا انا ما كنتش اقل من اي حد، بالعكس ده انا الناس اللي كانوا بيتمرنوا معايا بقوا يستمدوا مني انا القوه. ان انا كنت بقعد عدد ساعات كبيره بتمرن، مش حد عادي. فطبعا ديت حاجه مش سهله ان احنا نحول حياتنا من حاجه لحاجه وناخد منها انطلاقه. صحيح. انطلاقه العالميه حاجه مش سهله طبعا. فطبعا ديت حولت الحياه خالص، خلقته من للايجابيه. للايجابيه. طبعا للايجابيه. لغايه اما انا سمعت حد عندي في مثلا في المنطقه بيقول هو ازاي مش راحم نفسه، ولا هو سليم ولا هو معاق. يا ساتر يا رب. يعني هو سواء كده شغال، وبعدين كمان لما حصل المشكله دي زاد كمان. فطبعا هنا كانت تحديات غير عاديه يا استاذ كريم. اكيد طبعا الموضوع مش سهل خالص طبعا. والموضوع ما فيهوش خاصه في الرياضه وفي الارقام اللعبه الرقميه بتاعتنا لا فيها استثناءات ولا فيها مجاملات، ده بالعكس فيه قانون صارم للاعب البارالمبي في الاثقال. يعني احنا لو نعرف نتكلم في حته شويه في قانون، واللاعب نايم على البنش بتاعه
من اقل هزه ومن اقل تمويجه بالدراع المحاوله غلط. لو في بار وقع يعني حصل معايا ان البار وقع عليا مرتين بموت. الموضوع مش هزار خالص. علشان اعمل رقم بكون شقيان قدام منه شهور وسنين. قعدت في مره في 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 في, في مرحله من حياتي سنتين كاملين مش عارف ازيد 2 كيلو ونص حديد. كنت برفع 180 مش عارف ازق 182 ونص لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى، ربنا طبعا مش هيغيرني الا اذا كنت عايز اتغير، وربنا طبعا عالم بينا ان احنا عايزين نبقى احسن. فبالفعل رب بعد الوقت ده كله والمصابره الحمد لله ربنا كرمني مش 180 185 190 200 لغايه ما وصلت 230. فالموضوع ما كانش بالساهل خالص 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 ان احنا نوصل للارقام دي وللمراكز دي. ما بيجيش بمجرد وليدة الصدفه خالص، لا ده فيها تدريبات وشقاء جامد جدا. كابتن مصطفى، يمكن كابتن اسلام اتكلم عن فكره ان هو لما جه على نفسه واتقل على نفسه في الجيم حصلت له اصابه. عايزين نعرف منك اكتر عن فتره الاعداد، المحاذير اللي بتكون فيها، هل في يعني نظام معين، اكل صحي معين بيتم تناوله مثلا علشان ما يحصلش اللي حصل مع اسلام، فكره ان حد يتقل على نفسه في التدريبات، بعض المحاذير اللي بيتم وضعها علشان ما يحصلش زي اللي حصل معاه، او فكره ان هو ما يقدرش ان هو يشارك في بطولة ما مثلا بسبب ان هو عمل حاجه ما ينفعش ان هي تتعمل. ليه بنحذر لاعبينا الصغيرين بالذات من انه ما يروحش الجيم ويفرد بزياده في الارقام؟ الجيم عاده بتبقى اللعيبه اللي فيه محدوده الباور، هم بادي بيلدينج ليهم تدريبات وليهم حركات معينه. يعني الحركة تكرارات معينة وفي تكرارات معينة، وفي حاجة اسمها ضغط مباشر على العضلة عشان يودي لها أكبر ضغط من الدم عشان العضلة بتاعته تكبر، لأن ده بتاع كمال أجسام بتاع عرض غير بتاع الباور ليفت طبعًا. فطبعا ده راجل بيشتهر بالقوة. فاحنا بنحذر زي إسلام واللي زي اللاعيبة الصغيرين، هتروح جيم هتلتزم باللي هقول لك عليه، يا إما بلاش منه خالص. تخلي الأحمال التقيلة تحت عينينا إحنا. فطبعا اللاعب لما بيخش جيم واحد زي اسلام وخلافه من زملائه ويخشوا يتمرنوا يمسكوا 120 و140 بالنسبه للاعيبه اللي في الجيم ده ارقام. فطبعا دوت هنا في الوقت دوت بيروح معاهم بزياده، يرفع اكتر يخلي الانظار تضيف عليها كمان حضرتك ان الترابيزه بتاعت الكتف او البنش مختلفه عن اللي احنا بنتمرن عليهم. احنا لينا مقاييس معينه، مثلا عرض 30 في 80 في كذا، لا هم كلهم حاجات صغيره، فاقل هزه ممكن تعمل اصابه طبعا للاعب الباور. فعشان كده احنا بنحذر عليهم يا جماعه، احنا مثلا في النادي مش في المنتخب بنتمرن 3 ايام، لو هتتمرن في الجيم يبقى هتعمل كذا وكذا بعيد عن الحاجات المؤذيه. الحاجه الاكيده ان كابتن اسلام يعني على الاقل بالنسبه لكابتن اسلام هو اتعلم الدرس كويس قوي طبعا. يعني طول الصوت اللي كان بيتكلم فيه وهو بيحكي لنا على الواقع يعني يقول ان هو خلاص كده اتعلم الدرس من كويس. ناحيه التغذيه والحاجات دي بتبقى راجعه لميزان اللاعب نفسه. امتى بقول له تاكل ايه وتعمل ايه عشان خاطر يحافظ على جسمه ما يجيش في وقت معين ونيجي نضطر ان احنا نقعد نخسس في اللاعب عشان عنده بطوله مهمه وحاجات زي كده. طب تاكل ايه بقى؟ دي من اهم البنود اللي ناس كتير بتعطل فيها من لاعبي كمال الاجسام ومن لاعبي رفع الاثقال حتى الاسوياء منهم، لان احنا بنتكلم على طبيعه رياضه محتاجه منك تغذيه مش عاديه ابدا، صح كده؟ فدي برضو بيبقى لها تكلفه، مش كل الناس عندها القدره الماليه ان هي تعرف حتى توفي البند ده لوحده. فهل في مثلا في الاتحاد، هل في دعم ليكم كابطال؟ هل في اي مصادر للتمويل عشان تقدروا تتغذوا كما ينبغي وتتحركوا كما ينبغي؟ حاليا استاذ كريم، عشان خاطر مثلا في معسكر دائم قاعدين في المركز الاولمبي، فطبعا معسكر دائم قاعدين اقامه كامله. ايوه بيبقى الثلاث وجبات موجودين في المركز الاولمبي في المطعم. بيبقى عندنا بس ده وضع استثنائي بالظبط، لكن الوضع العادي ان هو بيروح من بيته لا طبعا المكانة. بيبقى طبعا زيه زي اي حد في الدنيا بيلتزم بالاكل بتاع والده اللي بيوفره له في البيت، سواء في بروتينات زياده او في مش كذا. انا بسهل الامر ده على اللاعب اللي هو المحلي مش بتاع المنتخب، بقول له ان احنا كلنا شكل بعض وشبه بعض وطالعين من ظروف واحده، ونقدر نخلق لنفسنا وجبات فيها بروتينات من ما فيش.
باقل تكلفه بالظبط اللي بيها اللاعب ما يقفش على حته البروتين سواء فراخ او لحمه. طب انت كابتن اسلام يعني كواحد لسه شاب صغير بسم الله ما شاء الله عملت نوعيه الانجازات اللي انت عملتها دي ولسه واضح ان انت جواك باور وطموح عايز توصل لما هو اعلى وابعد من كده بكتير، وده في الاخر يعني اكيد هيصب في مصلحه البلد ككل ان عندنا ابطال مصريين بارالمبيين مبهرين للعالم كله. ايه النواقص اللي انت شايف ان هي لو اتوجدت هتاخدك انت وكل زمايلك في حته ثانيه خالص؟ لا والله هو ما فيش نواقص، يعني احنا في المعسكر متوفر لنا كل حاجه، الراحه والتغذيه وكل حاجه، والبدلات برضو بيتوفر لنا يعني بدلات واحنا مسافرين. وانا هرجع تاني اقول ده في وقت المعسكر، لكن في الظروف العاديه في الاوقات العاديه الانسان يعني لاعب رفع الاثقال اللي هو بيعاني شويه عبال لما بيوصل المنتخب. يعني انا في الاول كنت بشتغل بحس ان انا ايه اعرف اصرف على وجباتي ومصاريف النادي وكده، بس يعني من ساعه ما دخلت المنتخب وكل ده خلاص، يعني هو يعني اللاعب بيتعب بس في فتره ايه ان هو يعني لحد ما يوصل المنتخب، هي دي بس فتره التعب. انا يعني فضلت بتاع تقريبا 4 شهور اللي هي في بدايه اللعبه اللي هو كنت يعني في سن التعب، بس من ساعه ما دخلت المنتخب والمنتخب بيوفر لي كل حاجه. كابتن اسلام انت طول الوقت بتتكلم عن اوقات صعبه بتمر بيها، سواء بعد العمليه كمان كنت في حاله نفسيه سيئه ومريت باوقات يعني صعبه جدا، فعايزين نتكلم. انت يمكن ذكرت سيره والدك اكتر من مره ان هو طول الوقت اللي كان في ظهرك وبيقدم لك الدعم علشان توصل اللي انت وصلت له دلوقتي، ولكن دايما بيبقى فيه في حياتنا عدد من الداعمين اللي بيكونوا في ظهرنا علشان نوصل اللي احنا فيه ده دلوقتي، فكلمنا اكتر بقى عن الدعم، يعني تقدم لك من مين طبعا غير والدك، يمكن اصدقاء، يمكن افراد عيله، كباتن مثلا كانوا معاك في الجيم، عايزين نعرف منك اكتر. هو الاساسيين في الدعم هو والدي ووالدتي ويعني عمامي وخلاني، بس الاساسيين والدي ووالدتي. هي والدتي يعني ربنا يخليها ليا تحيه ليهم هما الاثنين، اكيد بيتقبلوا كل التحيه والتقدير ليهم. يعني بدات معايا من الصفر اللي هو يعني عايزه تفرحني باي شكل، عايزه تخليني يعني اللي هو يعني حاجه مش عاديه، عايزه تخليني بطل. فهي بدات معايا من تحت الصفر وتعبت معايا جدا في العمليات والمستشفيات، ولان انا برضو كان نفسيتي تعبانه جدا وفضلوا ورايا لحد لما طلعوني من المده، يعني تقريبا من انا بدات عمليات من وانا عندي تقريبا سنه، من سنه لحد 12 سنه من عمري، وهم بيحاولوا يخرجوني من اللي انا فيه، بيعملوا لي كل حاجه انا عايزها. والدي بدا معايا بحس ان هو يعني كان خايف على نظرات الناس، يعني ان انا يعني بتاثر منها وكده، فبدا معايا في البيت، يعني ابتدى يجيب لي حديد في البيت اللي هو ايه مرني كده ايه انا هو سواء. هو في الاول يعني اللي هو كان عايز يخليني ان انا جسمي يشد شويه، لان انا ساعتها ما كنتش بقدر يعني امشي على عكازات جامد ورجلي كانت من اقل حاجه بتتاثر. والدتي طبعا كانت زعلانه عليا جدا، وكانت اللي هي يعني شايفه ابنها ان هو كان سليم وبقي عنده اعاقه، فنفسيتها كانت تعبانه جدا. وبعد ما شافت ان ابنها بقى بطل طبعا فخورين. طبعا فخورين ايه بقى اللي استجد عندهم؟ هي يعني هي امي دلوقتي، يعني انا عندي في البيت هم معلقيني بوسترات على البيت، ويعني فخوره بيا جدا. ليها حق. ويعني هو الناس عندنا في الشارع ما بينادوهاش الا بام البطل. طبعا. يعني هي امي كانت حاسه ده، قالت لي انت هتبقى بطل في يوم من الايام، قالت لي انت هتبقى بطل العالم كله، يعني ما تقلقش ما فيش حاجه اسمها اعاقه، الاعاقه دي الاعاقه اللي هي اللي في العقل مش اللي في الجسم. صحيح. مظبوط. انت احسن من السليم. وبالفعل يعني انا صدقتهم واشتغلت على نفسي ولسه بشتغل على نفسي اكتر، وانا جيت بعد بطوله افريقيا بعد ما عملت ال 170 كيلو، انا هدفي اساسا من ساعه ما دخلت اللعبه دي للاولمبيات اللي هي اكبر بطوله على مستوى العالم. لما رحت الكابتن مصطفى فضلون للنادي كان فاضل على اولمبياد طوكيو تقريبا شهرين، قلت له انا عايز اشارك في الاولمبياد دي، انت مش قلت لي هتبقى بطل؟ انا لسه جاي في رحله. كابتن مصطفى عايزين نتكلم اكتر عن بطوله العالم الاخيره اللي اقيمت في دبي يعني من حوالي اسبوعين، يعني ظروفها وفكره الاعداد ليها كان ازاي، حصاد المنتخب من الميداليات، يعني حصلنا على كام ميداليه، كلمنا اكتر عن البطوله دي. بدايه احنا معسكرين دلوقتي كنا الاول معسكرين في صالات حسن مصطفى في اكتوبر من شهر 8 اللي فات تقريبا او من شهر 7، وكان استعدادها لبطوله افريقيا المفتوحه اللي اقيمت هنا في مصر كانت في شهر 10 اللي فات. والحمد لله لاعبينا الناشئين او الشباب اللي هم اقل من سن ال 20 تصدرنا القايمه، والحمد لله كنا واخدين اول ترتيب عام.
منهم اسلام، في مروان، في هادي، في محمد فتحي، في عمار، في ولاد كتير معانا. فالحمد لله تصدرنا القائمه وعملنا اول ترتيب عام. بعد بطوله افريقيا خدنا بريك شويه في البيت، بعدين عملنا تجارب تانية، وبعدين لمينا المنتخب تاني وبدأنا نعسكر في المركز الأولمبي استعداد لبطولة العالم اللي كانت في دبي. بالفعل كان في بعض العناصر اللي موجودة اللي ما ساعدتش معانا، فاضطرينا ان احنا نبقى على 4 لاعبين فقط اللي هنشارك بيهم من الشباب الصغير في بطولة العالم، بخلاف طبعا الصف الكبير. وبالفعل ال4 لعيبة بتوعنا الحمد لله سافروا بطولة العالم، وكان معاهم كابتن محمد عزت المدير الفني، والحمد لله اسلام عمل اول من اول محاوله، ما شاء الله. مروان عمل اول بمنافسه رهيبه مع المنافس بتاعه، هادي عمل ميداليه فضه، محمد فتحي عمل برونز، لان هادي ومحمد فتحي في نفس الميزان، ميزان 49، فهادي عمل فضه وفتحي عمل برونز. كان الذهب من نصيب اسلام ومروان، وما شاء الله عليهم كسروا الدنيا في دبي. لفتوا انظار العالم كله بالنسبه لهم. احنا كجهاز واحنا بنشتغل طبعا، في بالنسبه لحضرتك لما بتتكلمي على التدريبات والاستعداد وكذا، احنا بنقسم البرنامج بتاعنا على المساحه الزمنيه اللي هتوصلنا للبطوله. بتبقى ليها مثلا بقى حاجات، فترات من اعداد وتحمل قوه وقوه، وفتره المنافسات. فبنتمرن مرتين في اليوم، مرة في الأثقال ومرة في الجيم، بخلاف إن بنعمل لهم استشفاء يوم بعد يوم في حمام السباحة، في ساونا، الاسباب كامل. فالحمد لله كنا شغالين معاهم شغل فني بحت، وكان بيهمنا أكتر الأداء الفني يكون متميزين فيه، لأن في ناس كتير جدا بأبطال في الحديد، ولكن بيخطئوا أخطاء فنية خطيرة بسبب هزة أو عدم ثبات أو حاجة اسمها باوسنج أو هيفنج من على الصدر، ممكن يضيع مجهوده بتاع السنه كلها. فاحنا بنبقى حريصين على اللعيبه بتوعنا ان يطلعوا باحسن اداء فني بالمحاوله بتاعتهم. وده اللي بيحصل فعلا، بدليل الانجازات اللي احنا عمالين نحكي مع حضرتك فيها في الاول اللقاء اللي انتوا نورتونا فيه وشرفتونا فيه. نورتونا الحقيقي فعلا، وخير يا رب اللي في الدنيا. يعني سعداء جدا بيكم الحقيقه. كان نفسي ان احنا نتكلم معاكم اكتر، خاصه ان كل الكلام اللي انتوا قلتوه فيه رسائل، وفيه طول الوقت يعني تحدي وقدره كبيره وعزيمه كبيره، خاصه انه دايما احنا بنقول انه فعلا زي ما انت قلت يا اسلام، انه طول الوقت احنا صحتنا في عقلنا، مش بس يعني في جسمنا، طول الوقت احنا انتوا اتكلمتوا عن فكره انه دايما بعد الاصابه ودايما بعد الحادث يعني بيكون من ظهر المحنه منها، وده اللي احنا بصراحه بنستفيده منكم. اكيد كل مشاهدينا استفادوا طبعا من هذه الفقرة الحوارية الهامة. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل بقية فقراتنا الحوارية.